حياكم الله مشاهدينا الكرام من الرافدين، أهلا وسهلا بكم في صدى أقلام جديد. نرصد في هذه الحلقة أبرز ما كتب في الصحف العراقية والعالمية بعد أهم العناوين. ونبدأ من العربي الجديد. تجارة استقدام العمالة الأجنبية تفاقم بطالة العراقيين. في موقع الترا عراق، لجنة الأزمة النيابية تعلن الإبقاء على إجراءات حظر التجوال في رمضان. في المدى نطالع، خمس أسر عراقية تلاحق عادل عبد المهدي في باريس قضائيا. وفي العرب اللندنية، قاءان في بغداد لتوحيد الميليشيات حول الانتخابات واستهداف الوجود الأمريكي. نقرأ في الشرق الأوسط، 8000 قتيل من المدنيين في اليمن بألغام الحوثيين خلال سنوات الحرب. اخترنا لكم في عربي 21، رئيس الاحتلال الصهيوني يبكي في الكنيست ويتحدث عن الانقسامات. في موقع الحرة، قضية ضد شركة كهرباء إسبانية بسبب قتل 100 طيور على أسلاكها. أزمة ناصرية وتداعياتها، هذا موضوع تناوله الكاتب فلاح المشعل في مقالة جاء فيها: المدن فقيرة وتشارف على الموت، وهي تحتاج إلى حلول عملية حقيقية تمتص منها الجوع والبطالة واليأس الذي أطبق على أفق حياة الناس، مما جعل الشباب يواجهون الرصاصة بصدور عارية. يخطئ من يعتقد بوجود أزمة بمدينة الناصرية، بل واقع الحال يؤشر على تراكمات سلبية في جميع مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمعيشية، ميادين تتداخل مع بعضها لتكون مماثلة لأزمة العراق بنحو عام وليس مدينة دون غيرها. ربما تنخفض نسب الأزمات في بعض مدن العراق، لكنها تكشف عن نفسها بأشكال وظواهر أخرى. تشتعل الناصرية بالاحتجاج والرفض لأن السلطات المحلية المتعاقبة غاطسة بالفساد والفشل والأمية وضعف فاضح بشؤون الإدارة، ما يجعل الضحايا يتساقطون بأرقام أكثر من بقية المدن، عدا بغداد لتكون وقوداً إضافياً لاستمرار التظاهر وترفع درجة التحدي لدى الأهالي. فمنذ عام 2003 لم تشهد الناصرية أي تغييرات نوعية في بنيتها التحتية والفوقية، بل العكس، تراجعت كثيراً، ولم تعد منشآتها الصناعية للعمل والإنتاج كما كانت سابقاً، ولم تستحدث مشاريع إنتاجية جديدة تفتح أفاقاً للعمل وامتصاص البطالة المتزايدة في مدينة يربو عدد سكانها عن مليوني إنسان. هكذا هو حال الناصرية وأبنائها قبل البدء بإنتاج النفط من حقولها أو ما بعده، إذ تنتج الناصرية أكثر من 150 ألف برميل يومياً فضلاً عن إنتاج الغاز، لكن الأحزاب المتحاصصة سلطوياً تقاسمت تلك المليارات، بالإضافة إلى نهب مبرمج وثراء فاحش، وتستمر المدينة في توليد معاناتها والفقر لدرجة تبلغ نحو 40% من نفوسها. وأضاف الكاتب فلاح المشعل ملخصاً في نهاية مقاله: الأزمة السياسية تشكل الجذر الأعمق في هذا الواقع المتخلف والأزمة المستدامة. تداعيات زيادة سعر صرف الدولار في العراق وتأثيره في السوق وما جره ذلك على المواطنين من أزمة بسبب ازدياد الأسعار، هذا موضوع تناوله الكاتب محمد الخرسان في مقالة جاء فيها: يمكن تصنيف مواقف الكتل والأحزاب السياسية من رفع سعر صرف الدولار في العراق إلى أربعة أصناف، فلنتابع التفاصيل. يتمثل السيناريو الأول في أن الكتل التي رفضت تغيير سعر الصرف ولم تحضر جلسة التصويت على الموازنة سوف تطعن بذلك لدى المحكمة الاتحادية، وقد لا تحقق شيئاً ولكنها سوف تستمر بهذا الموقف وفقاً للمكاسب الانتخابية، وستلجأ لاستجواب محافظ البنك المركزي. أما السيناريو الثاني فيتمثل بالكتل التي أعلنت صراحة رفضها رفع سعر الدولار وتصويت على الموازنة دون العودة إلى السعر القديم،
لكنها صوتت للموازنة بسعرها الجديد وتخلت عن مطالبها السابقة بإعادة السعر إلى سابق عهده، وكذلك تخلت عن المطالبة بتخفيض حصة كردستان، وقد يكون ذلك نتيجة ضغوط أو مغريات. أما السيناريو الثالث فهو تخوف الكتلة التي وقفت بقوة إلى جانب رفع سعر الدولار من أن يكلفها ذلك الكثير، كخروج تظاهرة مليونية ضد ذلك القرار، وتطلب الضغط على الحكومة لإعادة سعر الصرف أو تقليله، لأن المعلن أن وزارة المالية هي صاحبة القرار وستكون استجابة الحكومة لهم بمثابة الانتصار للشعب، فيما قد يكون السيناريو الرابع بالضغط على محافظ البنك المركزي والحكومة ممثلة بوزارة المالية بالعودة إلى السعر القديم أو تقليل السعر الجديد للدولار، ما يعزز فرص تلك السيناريوهات، خاصة الثالثة والرابعة منها أن مبررات التغيير موجودة أو يمكن إيجادها بسرعة، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار النفط أو استغلال مناسبات معينة. أضاف الكاتب: من الكتل والأحزاب من يؤيد بشدة لزيادة سعر الصرف، ومنها من يرفض تماما، ومنها من يرفض علنا ويوافق سرا، ومنها من لم يؤيد ولم يرفض علنا. ثورة تشرين والعملية السياسية التي أرعاها السلاح موضوع تناوله الكاتب مهتدى أبو الجود في مقالة جاء فيها: هناك عطب بنيوي داخل جسد النظام السياسي، هذا بحسب تعبير الكاتب طبعا، لذلك فالانتخابات ليس حلا لمأزق الديمقراطية التوافقية، وإنما قد تكون أداة رئيسية في تعميق الشروخ الإثنية والطائفية بين الناس. بعد احتلال العراق عام 2003 تحكمت فيه قوميات وأعراق وطوائف مختلفة وعبرت إلى المحاصصة. هذه اللحظة التي أسسها الدستور الذي شتت الهوية العراقية بفقراته، والتي وضع مجملها أستاذ القانون في جامعة هارفارد الصهيوني نوح فليدمان، بالإضافة إلى الانتخابات الشكلية التي استمدت المحاصصة شرعيتها منها بعد الاحتلال، والتي كانت تدار بإشراف الأمريكيين. ما نحن فيه الآن بصراحة لا يخص تسيد جهة دون أخرى في البرلمان، ولا يخص رئيس الوزراء المنتمي لأي جهة والممتلك لعدة توجهات. المسألة أعمق من ذلك بكثير، فهناك عطب بنيوي داخل جسد النظام السياسي نفسه، لذلك فإن الانتخابات قد تكون أداة رئيسية في تعميق الشروخ الإثنية والطائفية بين الناس من جهة، وبين النخب الحاكمة والناس من جهة أخرى. ما لم يتم الإجماع على هوية الدولة وحتى الإصلاحات قد تكون إصلاحات ترقيعية لا جذرية بوجود عملية ديمقراطية يرعاها السلاح. معظم المجتمعات التي تتكون من أعراق وإثنيات وطوائف متعددة تذهب لوضع اتفاق على شكل الدولة قبل السير في أي نظام حكم يحكم من خلاله المجتمع، وتكون الاتفاقيات رسمية وموثقة وتضم جهات ضامنة ولا يمكن خرقها بأي شكل من الأشكال. لذلك تبقى هوية الدولة واضحة وقوية إذا تسلمت الجهة الفلانية الحكم أو الجهة المناقضة لها بالفكر والسياسة. وأضاف الكاتب: يفترض للتغيير أن يكون بحجم شرط الدم في ثورة تشرين، بحجم التضحيات والوقت الذي أعطت. مقارنة بين طريقة تعاطي الغرب مع العراق وإيران بشأن الملفات التسليحية الحساسة، تناولها الكاتب إبراهيم الزبيدي في مقالة جاء فيها: يسوغ معلقون أمريكيون موالون لإدارة بايدن سياسة الترضية التي تنتهجها واشنطن مع النظام الإيراني بالرغبة المبيتة لتغيير طبيعة النظام رويدا رويدا وتأهيله للعودة إلى سلوك الدول الطبيعية. نعيب دائماً على البعض مسارعته لاستخدام نظرية المؤامرة ليفسر الحوادث والكوارث التي تحدث لنا. نحن سكان البلاد الغارقة في الآلام والأحزان، حتى لو كانت أعاصير أو فيضانات أو فيروسات جائحة من نوع كورونا. وفي الحالتين العراقية والإيرانية يصعب جداً علينا عدم اللجوء إلى نظرية المؤامرة،
ونحن نتصفح تفاصيل أساليب تعامل الغرب الذي تقوده الولايات المتحدة مع بلدين لوجه للمقارنة العقلانية الموضوعية بين حقيقة سلوكهما وطريقة الرد والردع وحجم العقاب الذي يستحقه كل منهما. يقول جيم سبيكر وزير خارجية الولايات المتحدة في كتابه سياسة الدبلوماسية: تغيرت حساباتنا الاستراتيجية رأساً على عقب، فللمرة الأولى أكد العراق امتلاكه أسلحة كيماوية، وأنه إذا ما تعرض للهجوم سيحرق نصف إسرائيل. ويعرف القريب والبعيد حلقات المسلسل الجهنمي الذي عقب ذلك، وصولاً إلى الغزو الأمريكي عام 2003 وما تبعه من تدمير للعراق والسماح لإيران باحتلاله ونهبه وتخريبه. ورغم أن طهران لم يعد الأمريكيين والأوروبيين المستميتين من أجل جرها إلى طاولة المفاوضات لا تصريحاً ولا تلميحاً بأنها لن تواصل تجاربها النووية وبأنها لن تستمر في تصنيع صواريخها البالستية ولا تكف عن إطلاقها على حلفاء الولايات المتحدة وأوروبا في المنطقة، فإن الولايات المتحدة وأوروبا تنحنيان أمامها وترضخان لشروطها. أضاف الكاتب: لا ألم يكن ممكناً مثلاً أن تستدرج أمريكا وأوروبا العراق من قبل إلى مفاوضات من النوع الذي شهدته فيينا والتي ستشهدها لاحقاً مع إيران، فتجنب العراق والمنطقة كوارث الغزو الأمريكي الأوروبي المدمر. وباء كورونا الذي اجتاح العالم وسبل القضاء عليه موضوع تناوله الكاتب جيرمي صموئيل في مقالة جاء فيها: يمكن للوالدين أن يطمئنوا إلى أنه بمجرد اكتمال تجارب اللقاح للأطفال ومراجعة البيانات من لدن إدارة الغذاء والدواء سيبدأ التفكير في تلقيح الأطفال وفي أن ذلك سيكون آمنا. الأطفال هم جبهة التطعيم التالية في الوقت الحالي، فعندما يحين وقت تطعيمهم سيتعين الاستمرار بالعزيمة نفسها في جهود التنسيق الواسعة النطاق التي سرنا فيها في تطعيم البالغين إذا أردنا خفض الإصابات بفيروس كورونا بشكل مستدام والقضاء على الوباء في نهاية المطاف. في الوقت الحالي يتجاوز الطلب على اللقاح بين البالغين كمية المعروض، لكن هناك سبب يدعو للقلق من أنه بمجرد أن يصبح الأطفال مؤهلين للتطعيم فإن معدلاته لهم ستكون في البداية أقل بكثير وسترتفع بشكل أبطأ من تلك التي شهدناها بين البالغين، نظراً لأن احتمال دخول الأطفال إلى المستشفى بسبب فيروس كورونا تقل مقارنة بالبالغين، كما أن الوفيات الناجمة عن المرض بين الأطفال نادرة. قد يتساءل الآباء إذا كان فيروس كورونا غير ضار نسبياً بالأطفال، فما هو الداعي للعجلة؟ إن أحد أسباب الإسراع في تطعيم الأطفال هو أنه حتى لو كان عدد الحالات الحرجة المصابة بالوباء بين الأطفال محدودة فإنها تستحق التطعيم، فلا تزال عواقب الأثار الطويلة المدى للفيروس على الأطفال بما في ذلك الحالات النادرة والخطيرة من متلازمة الالتهاب غير الواضحة، خاصة أن العديد منهم يعانون من عدوى دون أعراض ولا يتم تشخيصها. لكن الدافع الأكثر أهمية للإسراع في تلقيح جميع الأطفال هو احتمال استمرار انتشار الفيروس والتحول إلى أكثر خطورة. أضاف الكاتب: حتى الآن نجا الأطفال في الغالب من أسوأ مضاعفات هذا الوباء، لذلك نحن مرتاحون، ومع ذلك نحن مدينون أيضاً إلى الحظ، ومن الآن فصاعداً يجب أن نعمد إلى حمايتهم وألا نترك ذلك للحظ. الأطماع الروسية الإيرانية والصراع في سوريا موضوع تناوله الكاتب سعد كيوان في مقالة جاء فيها: إن أكثر من مؤشر يدل على إيران على أن إيران غير مرتاحة للتحرك الروسي في سوريا سنتابع في هذا المقال. قد لا تبدو 10 أعوام من عمر ثورة الشعب السوري التواقي إلى الحرية شيئاً أو غير كافية مقارنة بمعاناه نحو 50 سنة من قهر واستبداد وظلم نظام أثبت يوماً بعد يوم أنه السباق في ممارسة أبشع أنواع القمع والإجرام ووسائل القتل ضد شعبه، من استعمال السلاح الكيميائي إلى القصف بالبراميل المتفجرة وبمدافع الدبابات.
فضلاً عن تشريد مئات ألوف لا بل ملايين السوريين، بالإضافة إلى الأسرى في سجون تدمر وصيدنايا وغيرهما، أين منها معسكر غوانتانامو وصولاً إلى المجازر والمقابر الجماعية. إنها جرائم ضد الإنسانية حولت شعباً إلى حقل تجارب واختبار للتفنن في أساليب التعذيب والفظاعة في القمع والسحق التي يجيدها نظام الملال في إيران، ولقنها جيداً لربيبه بشار الأسد. إن أمام موسكو اليوم خريطة تقاسم مناطق نفوذ جغرافي وسياسي على امتداد العمق السوري تريد أن تحكم إمساكها بها، وهي تعتبر أن حصة النظام هي عملياً من حصتها، لأن الأسد لولاها لكان اليوم في خبر كان، وتريد بالتالي أن ترسم ما تدفعه منذ أكثر من 5 سنوات. أما إيران وميليشياتها فهي موجودة في معظم مناطق النظام في الجنوب والشرق والوسط، إلا أنها لم تفلح في وقف اندفاعة فصائل المعارضة إلى داخل دمشق، فأرسلت جنرالها قاسم سليماني الذي اغتاله دونالد ترامب في بداية عام 2020. أضاف الكاتب: لقد اختارت إيران التصعيد في اليمن والعراق ولبنان بانتظار أن تتبلور نيات إدارة جو بايدن الذي يبدو هو الآخر حائراً بين التصعيد والعودة إلى الاتفاق النووي، ولكن المؤكد أن سوريا أصبحت عبئاً حتى على محتليها. كشف تلسكوب لوفار اللاسلكي الأوروبي كشف عن صور تتسم بدقة غير مسبوقة لعشرات الآلاف من المجرات التي تشكل نجوماً أو مجرات الحضانة النجمية فيما يسمى الكون الشاب، وهذه المرة الثانية التي تتوافر فيها بيانات من تلك الشبكة التي تضم نحو 70,000 هوائي موزعة على 10 دول أوروبية ترصد جسيمات تتحرك بسرعة قريبة من سرعة الضوء وتتسارع بفعل أحداث كانفجارات النجوم أو اصطدام كتل المجرات أو نشاط الثقوب السود. وقد شرح عالم الفلك في مرصد باريس شريلتاس شرح أن الأساس العلمي لهذا المشروع يتمثل في دراسة تكوين المجرات وعمل الثقوب السود ووسطها، وقد شارك التاس في إعداد 14 دراسة استندت إلى مجموعة بيانات لوفار، وركز هذا التلسكوب على مجال واسع من السماء الشمالية مع ما يعادل وقت تعرض أطول بعشر مرات من ذلك الذي أتاح له وضع أول خريطة كونية له في عام 2019. نبقى الآن مشاهدينا الكرام مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتورية. بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحافية لهذا اليوم في صدى الأقلام، في رعاية الله وحفظه.